السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد بإذن الله. النهاردة يا جماعة نعمل أقوى مكون علشان الديدان أو الحشرات الموجودة في قلب البيوت بتاعة الحمام. النهاردة إن شاء الله زي ما وعدتكم هنعمل النهاردة يعني زي موضوع بقى روتين ونظافة وكده، وهقول لكم أفضل حاجة إن انتوا تنظفوا بيها، علشان طبعا انتوا عارفين إن الصيف داخل وكده، فبكتر الحشرات، بكتر الفيش، الذبابة، كل المشاكل ديت. فالنهاردة بقى عايزة أقول لكم لو انتوا عايزين تاخدوا أعلى إنتاج من الحمام، هقول لكم بقى هاتوا مكون كويس جدا جدا علشان تحل كل المشاكل. يلا كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. انا عايزة اي حد يا جماعة بشوف الفيديو يوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، وياريت كمان يشيره علشان ان شاء الله ناس كتير تستفاد منه. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا، النهاردة جايبة لكم مكون كويس جدا. يمكن ناس كتير طلبت المكون دوت، او ناس كتير دايما بتسأل اللي هو مشيماء الحمى عنده بيبيض وما بينامش على البيض، ودي يعني يمكن السؤال دوت معظم ناس كتير بتسأل السؤال ده. هو اول حاجه يا جماعه حاجه من الاثنين، يا اما البيض عندك مش مخصب، اما الحاجه الثانيه ممكن يكون المكان مش نظيف. علشان كده انا النهارده جايه لكم بالفيديو ده. المكان نظيف هتغلي ما شاء الله اعلى انتاج من الحمام. سايبين المكان بقى يعني على طول بحط الميه والاكل وبنزل، او خلاص بسيبهم بقى اكل قدامهم وشرب قدامهم، ما بسالش على النظافه ولا اي حاجه، عمرك ما هتاخدي اي انتاج خالص من الحمام. خدوا بالكم النظافة يا جماعة يعتبر هي نص الانتاج، خدوا بالكم الكلام ده كويس. النظافة او نظافة المكان يعتبر نص الانتاج عندك. يمكن انا يعني انا عن نفسي متعودة على كده، متعودة اما يكون المكان نظيف بسم الله ما شاء الله ابص الاقي الزغاليل حلوة تفور معاكي تكبر معاكي بسرعة. اما احس ان اللي قعدت كام يوم كده احس ان المكان مش نظيف، احس ان الحمام مدعبل او الزغاليل مدعبلة، او اللي بحس ان الدنيا مش متظبطة. فدايما على طول حاولوا ان انتوا تنضفوا المكان. نظافة الوعيان، نظافة الاكل، كل الكلام دوت له عامل كبير جدا جدا في الانتاج ده. يعني لو انت فعلا حابه المشروع وعايزه تعملي لك مشروع وتاخدي منه اعلى انتاج. عمر الناس يا جماعه اللي هي دايما بتسيب الدنيا كده ما هتاخد انتاج خالص. انا عارفه ان في ناس كتير بتقولي ازاي مشيماء انت بتطلعي وبتجمعي زغاليل وبتقولي الحمام بتديني، هو فعلا يا جماعه ده حقيقه فعلا، والله فعلا الحمام بيديني وبسم الله ما شاء الله. انا ببقى مبسوطه جدا جدا يوم ما باجي مثلا اعمل لكم اطفى حمام، ويمكن كنت قبل كده كمان كنت اطفى بسم الله ما شاء الله كانت كويسه جدا، بس للاسف انا ما كنتش مصوره علشان ما كانش معايا الموبايل في اليوم دوت، وما كنتش عامله حساب ان انا اصور. كانت ما شاء الله اطفى، كانت يعني كانت كبيره، وما شاء الله جه تاجر خدها مره واحده وبسم الله ما شاء الله. طول ما الحمام شغال عنده كويس يعني بنقول الحمد لله، طول ما احنا بنتعب تحته وهو بيديك انتاج كويس، عمر الحمام ما يعني خلاص. طالما انت بتبشريه واخده بالك منه واخده بالك من اكله وشربه ونظافه الوعيان، لان نظافه قله نظافه الوعيان ده يا جماعه، لان فعلا يعني في حمام كتير تبص تلاقي مثلا ايه اللي بنحطه في السقايات، الحمام مثلا لما بيقف ممكن يتبرز في السقايه او بتاع او كده، فحاول على طول ان انت بعود قشك دوت ونغسل السقايه ونغيرها من وقت للتاني. نحط فيها كتطهيره كده حبيت فلاجيل ولا حاجه، الحمام بياكل، لان المكان لو مش نظيف او الوعيه مش نظيفه الحمام بيسقي الزغاليل، فالزغاليل ممكن تدمر وتتعب ويجي لها مشاكل معويه. تعالوا بقى كده يا جماعه يلا نشوف مع بعض الكيس اللي احنا ان شاء الله، لان انا كنت دايما بقول لكم هاتوا كذا كذا، انا النهارده جبت لكم على الحقيقه علشان تشوفوه. ده طبعا كيس بودره، ده اسمه ملاسيد 5%، ده مسحوق يعني ايه زي بودره كده. طب في مادة سامة، نسبة المادة السامة بتاعته 5%، يعني ضعيفة جدا جدا، عمرها ما هتضر الحمام ولا هتضر الطيور عندك. بعمل ايه؟ هوريكم الطريقة، طريقة بسيطة جدا. هو تقريبا الكيس يعني هو ممكن ما يعديش ال20 جنيه تقريبا، حاجة زي كده. هو كان الأول الكيس ب5 جنيه، بس في الأيام ديت هو زاد. طب بيجي منين؟ بيجي من عند بتوع الأدوية الزراعية. كان أي حد بيجي يقول لي أنا عندي الفراخ فيها أمن أصفر، خدوا بالكم كنت بكتب له الكيس. وفي ناس كتير ما شاء الله شكرت فيه قوي، ما كانتش تعرف عنه حاجه. الكيس يا جماعه يمكن من اول ما فتحت القناه وانا اول ما طلعت على طول قلت لكم، لان كان يعني كان في دكتور بيطري كان هي يعني ايه قالك الكيس ده كويس ودايما يستخدميه للحمام ومش عارف ايه، وهو امن بس اهم حاجه ما نكترش. انا هقول لكم برده على الطريقه وهعمل كل حاجه ان شاء الله عملي قدامكم، بس عايزه اقول لكم اي حد لان فعلا الموضوع الامن يا جماعه اللي بيجي في الفراخ دوت ده فعلا حقيقه، لان كان فعلا يعني في نوعيه فراخ كده معينه بيحصل فيها الموضوع ده.
دلوقتي بقى انا هشرح لكم الموضوع دلوقتي، بس اما انضف معاكم كده اول صفيحة هقول لكم انا بنضفها ازاي. ده يا جماعة الصفيحة بتاعت الحمام، انا هقول لكم انا بعفر ازاي. بلبس كيس كده وبنضف بقى كل الحاجات اللي هي بتبقى موجودة زي ما انتم شايفين كده بالكيس، وبنزلها. زي ما انتم شايفين كده خلاص نظفنا المكان اهوت. اهم حاجة انضفه كويس جدا. عندنا بقى سكينة قديمة، عندنا اي آلة حادة يعني ولا حاجة همسكها برضو، وهمسك الصفيحة الجلودة خالص كده عشان لو في حاجة ماسكة ولا حاجة. هنضف ده كده خلاص، خلصنا بقى اهوت بالشكل ده كده. نشيل كل الفضلات الموجودة. طبعا يا جماعة مهم جدا ان احنا نعمل كده علشان دخلة الصيف ما يربيش فيش، ما يربيش حشرات، يبقى اللي عندنا الانتاج كويس جدا. الحمام حتى لو هو بض ولا حاجة ينام، لان معظم الحمام اللي بيبيض وما بينامش تلاقي، بص تلاقيه دايما هربان من المكان ده. طبعا البودرة اهيت، هنبدأ بقى ان احنا نفتح فتحة صغيرة من الكيس، نبدأ ان احنا نبدر المكان بشكل خفيف خالص كده او بودرة خفيفة زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده دلوقتي اهوت. بس يا دوبك مفيش اكتر من كده. دلوقتي بقى هنحط عليه العود القش او اي فرش عندك، في ناس بتحط نشارة، في ناس بتحط رمل، اي حاجة فرشة عندك. بس الرمل دوت طبعا يا جماعة محدش يحطه في الشتاء خالص، ممكن في الصيف تحطيه على الفرش. عمر بقى الفرشة لو انت حاطه قش ولا حاجة ما تكون سوس او دود او فاش او اي حاجة من المشاكل دي. وخدوا بالكم كمان ده عمرها ما بتضر الحمام البودره دي يا جماعه، بس اهم حاجه ما نتقلش منها. مش هنقول بقى ده ما بتضرش الحمام نكب بقى زي ما احنا يعني عايزين نكب، لا تعفير خفيف. حطينا اللي شايفين بسم الله ما شاء الله الزغاليل عامله ازاي، احجام بتاعتها زي الفل. على فكره يا جماعه الجوز دوت انا سايباها تلقه علشان هو اصلا ما شاء الله، يعني اي جوز حلو كده انا بلاقيه، شوفوا هو رش كبير اصلا، يعني اي جزء كبير بلاقيه حلو كده يعني يكون فاير حلو بطلقه، علشان كده دايما ما شاء الله السلالة عندي بتبقى كويسة. شايفين الاحجام بتاعتها عاملة ازاي. ده طبعا حاولوا ان انتوا تجربوا النظافة دايما باستمرار، هتبص تلاقي ما شاء الله الحمام عندك احجامه هتزيد. الاحجام الحمام دايما صحته كويسة. بصوا بقى العين اللي انا نضفته ولا كأننا عملنا اي حاجة، والحمام نايم في فرشة نظيفة عمره ما يتعب معاك ولا يسيبه اي حاجة. طبعا ما فيش ريحة خالص، ما فيش اي حاجة. هنمسك بقى الصفايح كلها بالكيس البودره اللي انتوا شايفين دوت. طيب ممكن ان انا اعمل قد ايه؟ ممكن انا اعمله مره بس، واحده في الاسبوع يعني. البودره ديت ممكن تقعد معاكي بالاسبوعين، يعني انت حتى لو انت جيتي شلت القش دوت هتبص تلاقي البودره لسه تحت زي ما هي. طول ما هي زي ما هي تحت كده سيبيها وافرشي عليها عادي. وبعد ما تخلصي خالص قوم واخده الكيس وقوم حاطاه في كيس اسمر كده اهوت، وربط عليه علشان الحمام ما ينقرش فيه او الفراخ تنقر فيه، ومعلقه اعلى مسمار فوق العشه فوق خالص، ويكون بعيد عن الطيور عندك خالص. تمام.